المنتخب ورحلة الأحلام. غدا ينطلق الحلم الكبير، حلم 100 مليون مصري، حلم الوصول لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ. حلم يبدأ غدا مع بدء التجمع لملاقاة السنغال في تصفيات كأس العالم يومي 25 و29 من مارس الجاري، مباراتين بالغتي الصعوبة والشراسة في مواجهة بطل القارة السمراء في 2022. المنتخب مع كارلوس كيروش قدم عروضاً رائعة في أمم إفريقيا الماضية في الكاميرون ونجح في الوصول للنهائي قبل الخسارة بركلات الترجيح. منتخبنا حشد قوته الضاربة، يتصدرها محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى محمد النني المحترف في أرسنال الإنجليزي، ومصطفى محمد هداف جالاتاسراي التركي، وتريزيجي جناح أيسر باشاكسبور التركي، وعمر مرموش نجم شتوتغارت الألماني، بالإضافة إلى نجوم باقي الأندية من الزمالك والأهلي وبيراميدز. منتخبنا سيواجه خصماً قوياً يضم أكثر من 20 لاعباً محترفاً في أوروبا، يتصدرهم شريك صلاح في ليفربول وهو ساديو ماني الجناح الأيسر، بالإضافة إلى كوليبالي نجم دفاعات نابولي الإيطالي وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي. وستكون ضربة البداية في استاد القاهرة ليلة 25 من مارس بتشكيلة قوية ودعم 50,000 متفرج، بحثاً عن فوز غالي وبفارق مريح من الأهداف لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.